أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله. هذا متكن باب المفعول من أجله. مفعول من أجله باب كيسيو ولي شيخ وحو كل حجراء منصوبات الأسماء 15 أسماء انت اللي كردقه وشنية وان قيبوت قيبها نسوق هذا الني شيخ رحمه الله تعالى انت بضن ومسوق هذا الني منصوباتك. هل كان شيخ وحو كقل قلي مفعول كان ليراه المفعول من أجله أحكام تيسي مفعول كان ليراه مفعول من أجله وحكم ديها منصوبات الأسماء أسماء اللغة العربية اللغة كردقو أي حكم ديها لكن بشروط هذه شروطا سوسعة لقاها له مفعول كاس مركا كبعدي أي الله كردي كرا مفعول من أجله. الشرط الأول أن يكون مصدرا أرت مفعول من أجله إنه مصدر نغضه وشرد وحان مصدر أهين لغمة المام كرو مفعول من أجله. ولذلك اللغة العربية مركي راع راعي كسميين علماء النحو وحي أقادين مفعول من أجله لما أنتيس إنو يهي مصدر كل جيس إنو يهي مصدر مركي إنو مصدر نغضه ولغ مارمان. وحكاله شرد وأن يفيد علة إنه علة فائدينا وشرد علة بمعنى السبب سبب علة إنه فائدي وشرد. ولذلك انت بضن مفعول من أجله وحذرك وحو جواب دعاء سؤاشا أهل لما ومحيس دا سكون عليه أي جواب دعاء مثلا مركا عدلية ذا يدوغو مركا عدلية ذا هاي أتيتك وانكو إمت أتيتك وانكو إمت ابتغاء معروفك لأجل ابتغاء معروفك وناك قاني قول رادين أيا درتي ذانكو إمت أريقان ابتغاء معروفك وحو جواب دعاي لما ومحادي يسور رادي سياني أتيتك وانكو إمت لما محادي يقتمت صابت هذه يقتمت محايت ابتغاء معروفك قويم لأجل ابتغاء معروفك مركز سيدة غالبك وحو جواب دعاء إريقا لما محي وك صاحب الملحيري الإمام الحريري أبو القاسم الحريري وغالب الأحوال أن تراه جوابا لما فعلت ما تهواه وحويري وغالب الأحوال أحواش انت بضن أن تراه مفعول من أجله وإن أدركتد جوابا لما فعلت لما فعلت انت بدن جواب دعاء لما فعلت هاو هاو سميس مثلا هو الذي يريكم البرق إلهي والله هلاع إذن تسيه هلاع الله إذن تسيه لما ومحو إلهي نو تسيه هلاع حكمت إلهي ولجه ذا محيط خوفا وطمعا خوفا لأجل خوف عبسي قلن بمعنى إخافة لولجه ذا عبسي قلن ليدن عبسي قلني وطمعا لأجل طمع هي الدمع قلن بمعنى إطماع في المطر هي اللولجه ذا سياد روب الدمع ذا مركه هلاع حكمة ذا سياد اللولجه ذا عبسي قلن وأود إلهي ليدن تسير هي إن هنقري إذن قلو وتراهان رحمة دي إلهي يشب مدون تمردو روبا نود أي هو الذي يريكم البرق لما محيه خوفا وطمعا مركز سيدة غالب كمفعول من أجله وحفا إذا علة السبب النقضاء شردك سدحات مفعول من أجله أن يتحد مع عامله في الفاعل أن يتحد مع عامله في الفاعل كان إساقا كعمل فلي وفعل كيسا وإن عاملك أي كم دوبان وهل قف وإن إسكويهين
عاملك يا مفعول من أجله وحس سميي وين النقدان هالقف فسالهان مركز لله أتيتك وانكويم ابتغاء معروفك لأجل ابتغاء معروفك وانا قاقر هادينتي سدرتي سنكويم مركز لله عاملك أول وفعلك أتيتك فعلك أتيتك هذا فعلك أتيتك قفك وإيمانا يواكما وأذيك قفك إيمانا ابتغاء معروفك قفك معروفك الرادين أينا وأذيك هدنا مركا إنا فاعلك هل قف نقضان مفعول من أجله قفك السميي إيا فعلك عاملك قفك السميي وإنه هل قف اسكن نقض هل قف وإنه اسكن نقض وأن يتحد في الوقت هدنا مفعول من أجله يفعلك وإن وقت أنا كم ذوبان هل وقت وإن دعان عاملك أيه مفعول من أجله مفعول من أجله قفك السمين أيه عاملك قفك السمين أيه وإن هل قف هل وقت وحن لي هل وقت وإن وضع دعوه وقت مفعول من أجله دعيه أيه وقت عاملك دعيه وإن هل وقت وضع نقضه هل وقت تسالهان أتيتك وانكو إمد مركز لهذا ابتغاء معروفك حلق معروفك أدرادينيس هي حلق قفك أنا أدوتكيس ما لبا وقتك ليهن ما أسكو هالوقت مركز وقتك أدو إمانيسو هي وقتك قفك معروفك أدكرها تسنيسو هالوقته هالوقته وهكذا جميع الأمثلة تصالوين كمفعول من أجله يردن وسلا سوكال سلا سوكاله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ماله قفك مالك سبحنا وصدقين ومحمد مالك سبحنا لما ولقيس لما جواب دعاه لما محمد مالك سبحنا قفكاس رئاء الناس لأجل رئاء الناس ذاتك إنه استصدرت أي مالك سبحنا في رمركة مركو مالك بحنا إيه مركو ذاتك استصي ما لابا وقتيك ليه يا أهل وقت شرد ويتحسن ولا يوم أرمان شروط داس أفرت أمرك بوحيه مركز كبعدي أيال به كرا ومنصوب مفعول من أجله أيال قل نصب كراه له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرد فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب الوأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء نشأل فيه ليهي شروط مطلق قرن ابن مالك رحمه الله تعالى وحكي الشيخ رحمه الله تعالى هو مفعول من أجله الاسم مفعول من أجله واسمك ليس فعلا ولا حرفا مفعول من أجله فعلا معها حرفا معها واسم اسم كاسو المنصوب إلى كردقه منصوبات الأسماء كجرا في هذا وحكي الشيخ المنصوب لكردقه لكن علماء نحوه وحيليهم هذا النصب ليس بواجب بل يجوز جره بواحد من حروف الجر نصبها مفعول من أجله واجب معها بل وحى بنان مفعول من أجله سقو شروط دي أوف صدي إن حرف جار لوجر حروف تجارة سومري جرتي أيات كجري كرتا مثلا أنقارنا تصالوين كشيخ سيانو أغانو مفعول من أجله إن له صديق كرو وحكوير هو الاسم اسم كاسو المنصوب الله كردقو الذي اسم كاسو يذكر الله شيقو محل شيغا بيانا لأجل بيان عدين درتيد لو شيغو لسبب وقوع الفعل فعلك لعديسا سببتي سنة العدين سببت فعلك كل دعي أيو عدية مفعول من أجله ولي أتيادا نشيغين علديو هو الذي يريكم البرغة إلهي هلاع إذن تسيا لما حكمد إلهي كليه محيط خوفا لأجل خوف وطمعا لأجل طمع مركب بيانا لسبب وقوع الفعل سبب فعل كودع أيو عدية وذلك نحو قولك وهذا الكاغوتريوكالي
قام زيد زيد استاغ لما وليس لما لا سجواب دعي وصبت استاغ زيد محيطة إجلالا لأجل إجلال وينين درتيدو لعمر نك عمر ليرا وينين صبت استاغ وحوي عمر ربا إنه قدريه أو حشميه أو وينيه في المركة هذا تصالها شيخ وان قرني تصالوا إن في سيه إجلال أنت مفعول من أجله إن لقو كرده واجب معها محاكو بنان حرف جار إن أتكوها صدقت عربيهان مديدة يعلق العربية محادي كرتا قام زيد لإجلال عمر لغة العربية وجائز مفعول من أجله إن له صدقه قام زيد لإجلال عمر زيد محو استاقي لإجلال عمر عمر وينين تسو استاقي اللغة العربية ويبنانتها مفعول من أجل إلا النصبية واجب معهن بل يجوز جره إلا هوسلق ويبنانتها بواحد من حروف الجر حروف الجر كمد كمد والله هوسلق كرا وماشي ابن مالك وكليه وليس يمتنع مع الشروط وفرشو وليس يمتنع مع الشروط وليس يمتنع محو رجدا بمعنى ليس يمتنع الجر إلا هوسلق ممتنع معها عدي ذكرت ما لها نولي إن الله أصلي ومفعول من أجله مع الشروط نمحول الجدا يسوى شروط دي أفصلي أفرتي شرط يسوى بوحيي وهذا أصلي كرتاه كليها ابن مالك بنانته وليس يمتنع مع الشروط كل زهد ذا قنع وقال أن يسحبها المجرد والعكس في مسحوب ألو أنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء قام زيدنا استاغي إجلالا لأجل إجلال وينين درتيدو لعمر عمر وينين في هذا الشروط دي يطنو بوحي إجلالا إجلالا هو مصدر مصدر كفعل كيس حقوها أجل وينين يجل وينين إجلالا وينين مصدر مصدر في هذا علنا هو يهي الصببت وعدينا عاملك كعمل فلي إجمالا يا عاملك سأوهرت يا نسبي يا قام ذا سماها قام ذا إجلالا وإسكو فاعل هل قفها سمينا قفك استاغي واكما وزيت قفك وحقدرين يا وحشمين يا واكما وزيت وإسكو فاعل فيه إسكو فاعل مدك لو وقتك أنا ويكم ذو بينو وقتك الزيت استاغي إيا وقتك وينين يا عمر إسكو هل وقت سماها هل وقت هو قام زيدنا استاغي إجلالا لأجل إجلال وينين درتي لعمر إستاق علامة أقوين وإسك واضح وعشقرتي وهي مفعول من أجله عشقرتي وحكويها يعني قف الباب إسك فهمي كرت مفعول من أجله ما شو صغري لأنه مركز تفسيره يسأل حد لها لأجل لأجل يسأل بكو فهمي وحوين مفعول من أجله كالذي ينفق ماله رئاء الناس محو بحنا لأجل رئاء الناس ولا تقتلوا أولادكم عروسي نهدي لنا خشية إملاق لأجل ألا ليه في المركز الفصيري لأجل خشية إملاق هذينكو فقري كبغي عرورتي إنها دليلنا مركز يسوي واضح وأسكيو لأجل داس الكفر سنو ناشو سوقل قام زيد قام فعل ماضي منوي على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل قام مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إجلالا مفعول من أجله منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لعمر اللام حرف جر عمر مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والواو للتفريق بين واو عمر وعمر في حالة الرفع والجر أما في حالة النسب فالفارق بينهما الألف الجر والمجرور متعلق بإجلالا وينين لعمر وينين لعمر وينين وغستك أذيقا كوسو قصدي لما لماذا سجواب دعاء ولي ومحادي قلت مدنيه محادي قصر رات ستي وحن كسر رات ستي ابتغاء معروفك لأجل ابتغاء معروفك معروفك أجر هذين تيس درتيس أيام كوكوس وغستي وغست الواو حرف عطف قست فعل وفاعل والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب ابتغاء مفعول من أجله منصوب وعلامة نسبه فلحة ظاهرة في آخره ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره ك
كسرة ظاهرة في آخره معروف مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. الله سبحانه وتعالى.